فضيحة مدوية تطال شركة أفاست المختصة بمكافحة الفيروسات والمصنعة لبرنامج مكافحة الفيروسات المجاني الشهير، حيث كشف تحقيق مشترك أجرته شركتا التقنية موذربورد وبي سي ماج أن شركة أفاست قامت ببيع بيانات مستخدميها لشركات كبرى حول العالم. بحسب التحقيق، تعتمد أفاست التي لديها أكثر من 435 مليون مستخدم على شركة تابعة مختصة بالبيانات تسمى جامب شوت لبيع بيانات المستخدمين لمجموعة واسعة من الشركات مثل جوجل ومايكروسوفت وبيبسي وغيرها الكثير. لكن وفقا لمستندات مسربة من التحقيق، فإن أفاست تقوم ببيع وجمع المعلومات الحساسة فقط مثل سجل استعراض الويب، بالإضافة إلى سجل البحث وتاريخ المواقع ومقاطع الفيديو التي شاهدها المستخدم على يوتيوب. كما أظهرت المستندات أن أفاست تسجل الوقت الذي زار فيه المستخدم بعض المواقع وأي فيديو معين شاهده على المتصفح. الجدير ذكره هنا أن البيانات التي تجمعها الشركة لا تكشف المعلومات المباعة اسم أو هوية صاحبها. إذن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا تقوم شركة من المفترض أنها تحمي أجهزتنا من التجسس تقوم بالتجسس علينا وبيع بياناتنا من دون إذن؟ بحسب الخبراء، فإنهم يرون أن الهدف من شراء هذه البيانات الحساسة بالنسبة للشركات هو معرفة ما يفضله المستخدمون وتوجيه الدعايات لهم وفقا لأهوائهم. أما بحسب أفاست التي لم تنكر فعلتها، فأجابت على أسئلة مستخدميها في منشور مطول على مدوناتها، قالت فيه باختصار إن أمن وخصوصية مستخدميها هو أولوية الشركة وأن ثقة عملائها هو جوهر نجاحها. لذلك فهي لا تستعمل البيانات سرا، وإنما قامت بأخذ إذنهم في بداية تحميل البرنامج، وما حدث حدث برضا عملائها، لتستخدم بيانات العملاء الذين وافقوا على تحليل معلوماتهم كما ترون في هذه الصورة. وبحسب أفاست أيضا، فهذه هي طريقة عمل برامج مكافحة الفيروسات، وهي تحتاج لتحليل البيانات لكشف المخاطر والتهديدات، هذا وبعد حصولها على موافقة المستخدم على حد قول الشركة. على كل التفاصيل أوفى حول الموضوع والإجابة عن الأسئلة المتعلقة، ينضم إلينا من عمان مدير الإعلام في موقع التكنولوجيا العربية أحمد أبو جميل. سيد أحمد، أهلا بكم معنا في العربية وفي تفاعلكم. يعني من المفترض أن تقوم الشركة بحماية البيانات، تقوم بتسريبها والكشف عنها، كيف ترون هذه المفارقة؟ أول شيء شكرا على الاستضافة. أهلا. وبخصوص السؤال، كيف منشوف الموضوع تاع شركة أفاست وكيف احنا منقدر هاي الـ يعني الفضيحة ممكن نحكي؟ بكل بساطة، شركة أفاست هي عبارة عن شركة متخصصة في الحماية من الـ يعني هي شركة أنتي فيروس وتحمي من الفيروسات، وعندها شركة تانية تنتمي لإلها هي عبارة عن شركة متخصصة في الماركتينج. واللي صار فعليا هو مزيج بين انه هي صارت تجمع المعلومات، وهاي المعلومات صارت تطلعها لشركتها التانية والشركة التانية باعتها. طبعا هذا الحكي غير مقبول، ولكن في مقولة معروفة، يعني إذا أنت بتستخدم منتج مجاني على الإنترنت أو حتى في الحياة الواقعية، ففي الغالب حتكون أنت السلعة. فهون عم بصير معك أنه الداتا تبعتك هي عم تنباع لأنك أنت بتستخدم منتج مجاني. فهذا إشي متوقع أنه يصير، عشان هيك في أغلب الشركات اللي بيقدموا منتجات مجانية حتى زي فيسبوك وغيره، بتكون أنت معلوماتك هي الهدف والتارجت لإلهم. طيب سيد أحمد، الشركة تقول أنه هي شركة مكافحة فيروسات، والبرامج في هذه الشركة تعمل بهذه الطريقة، تقوم بالإفصاح وتسريب بيانات مستخدميها، هل هذا فعلا صحيح أنت كخبير تقني وتكنولوجي؟ ما الذي ترونه؟ بصراحة أنا ما بستخدم النسخة المجانية من أفاست، بس لما اطلعت على موضوع النسخة نفسها في الستيبس وانت بتعمل انستوليشن زي ما شفنا بالتقرير، الشركة بتسألك، ولكن المشكلة وين؟ انه هي بتسألك هل بتحب تفعل انه مشاركة البيانات معنا مع الشركة ذات اطراف ثالثة، يعني شركات تانية. هلا في الحالة انك حطيت نو او كانت اجابتك لا، بتكمل الانستوليشن عادي، وبس تخلص بتنصب البرنامج على جهازك. هلا البصير اللي اكتشفوه فعليا انه الداتا اللي حطت لها نو هي بترجع بتكون انيبلد ومعمولها تشيك، فلازم تفوت على السيتنجز دايركتلي وتطفيها من هناك. هاي هي المشكله اللي بجوز تخلي الشركه في موقف محرج، لانه انت اعطيت جواب انك انت مش حاب تشارك معهم اي معلومات، وهم فعليا
شاركوا معلوماتك مع جميع الأطراف بدون موافقتك، ولكن على عكس اللي حكته الشركة. طيب، هذه الفضيحة كما وصفتها سيد أحمد، أو هذه الحادثة ليست الأولى، شركة عالمية، هناك شركات عالمية كذلك كانت تدعي تأمين بيانات المستخدمين قامت بتسريبها. يعني هل يمكن القول اليوم أن أمن البيانات بشكل كامل بات أمرا مستحيلا؟ في وجهة نظري، وبالنسبة برضو لإحصائيات موجودة عالميا، الأمر صعب، مش انه يعني حيكون اشي سهل. الامر صعب انك تحمل كل المعلومات تبعتك على الانترنت، وبدك تكون جاهز اذا اي اشي بدك تستخدمه على الانترنت في الغالب في يوم من الايام ممكن يتسرب، لانه حسب دراسات لشركة سيسكو في تقريبا 20 مليار هجمة بتصير في اليوم، وهم بيحاولوا يعملوا لها بلوك. فطبعا سواء كانت تسريب او هجمات كلها بتستهدف المعلومات والداتا تبعتك، فشايفين انه الموضوع جدا صعب انك تحمي معلوماتك اونلاين. فبدك تكون عارف ايش بدك تشارك وشو هي الطريقه الصحيحه انك تشارك هاي المعلومات على الاونلاين، على اساس تضلك انت في يعني في السيف سايد. طيب، ما هي الطريقه الصحيحه كخبير في هذا الشان؟ يعني ما الذي تنصحون به رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتصفحين على الانترنت لحمايه معلوماتهم، او على الاقل معرفه كيفيه استخدامها؟ في وجهة نظري، أول إشي لازم تصير تعمله أنه تقرأ سياسة الخصوصية اللي بتكون موجودة في الموقع، لأنه أغلب الشغلات اللي بتصير على الأونلاين هي مكتوبة هناك، بس لأنه ما بتقرأها حيصير في عندك حتدخل في الخطأ. يعني حتى موضوع أفاست هو بحكي لك أنه أنا بدي أشارك هاي المعلومات مع الشركة إكس والشركة واي، وأنت بتعطيني صلاحية، فأنت فعليا لأنك وافقت على الموضوع هذا صار عندك. فهاي أنا ما بحكي نقرأها كلها، ولكن عادة بتكون في بين السطور شغلات أساسية ممكن مع الممارسة تصير تعرف كيف توصل لهذه المعلومات. الشغلة الثانية طبعا أكيد ما تروح على أي موقع مشبوه، يعني مش متأكد منه. دائما خليك واعي واستخدم كل الطرق اللي لما تحس أنه في إشي غلط بس أعطي حالك ثواني تتأكد أنه الموضوع صحيح بعدين كمل. otherwise الأمور بتكون تمام. شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه النصائح. من عمان حدثنا مدير الإعلام في موقع التكنولوجيا العربية أحمد أبو جميل، شكرا جزيلا لك.